اتفقنا أن البحث العلمي هو أساس تقدم أي دولة. حقيقة نحتاج دعم كبير لكل باحثينا في الوطن العربي حتى نستطيع تقديم نماذج مهمة في الأوطان العربي وأيضاً إلى العالم. البلدان بتدفع على البحث العلمي أكيد راح يكون لديها دائماً قوة، لديها دائماً علم. فكرت مصر بأنه لازم يكون في لقاح مصري، وفي تجارب كثيرة جداً، واللقاح باسم كوفيفاكس يكون أكثر أماناً وأكثر فاعلية للي عايشين في الوطن العربي كله. بيت للكل الليلة 11 مساء على قناة مصر الأولى.